شعب الله على أحد من خلقه، يعني هذا جعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق. يصح أن الإنسان يأتي إلى المريض، المريض يأتي إلى الطبيب يقول مريض تعبان، لا إشكال، هذا ليس باعتراض، لأنه لابد يبين لمن؟ للطبيب، يقول عندي كذا لا أنام الليل مثلا، هذا ليس بالاعتراض عن قضاء القدر، مفهوم؟ أما أمام الناس يقول أوف وتعبت وكذا، لا، يأتي للقاضي يقول فلان ظلمه، أتعبني فلان جالي مثلا، صحيح؟ أي نعم، يصح. فجاء هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له الحال، يصح. لكن عندما ذكر أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من رتبة الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لم ينكر عليه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو في حياته عليه الصلاة والسلام حي وحاضر قادر، أعتقد أنه سبب. نعم.